مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام، حياكم الله معنا في يوم جديد وحلقة جديدة من برنامجكم حديث المساء اللي طلع عليكم يوميا وفيه أهم مجريات إمارة الشارقة والمنطقة الشرقية، بالإضافة إلى الضيوف والتقارير اللي تفيد المشاهد. فحياكم الله معنا وإليكم أهم العناوين. مستشفى كلباء يحصل على الاعتماد الصحي الدولي. مركز كلباء للطيور الجارحة وجهة سياحية فريدة من نوعها. قرية نجد المقصار التاريخية في مدينة خرفكان. إضافة إلى العديد من الفقرات الحاضرة مشاهدينا معنا اليوم في برنامج حديث المساء. مشاهدينا يمكنكم متابعة الحلقة عن طريق منصة وتطبيق مرايا التابع لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، من خلال تحميل التطبيق مجانا على الهواتف الذكية عن طريق الرمز الظاهر أسفل الشاشة أو عبر الموقع الإلكتروني أو على منصات أجهزة التلفاز الذكية، بالإضافة إلى جميع ما تقدمه هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون بجميع قنواتها. وننطلق معكم الآن مشاهدينا الكرام لبدء برنامجنا هذا اليوم. يحرص مستشفى كلباء على الحصول على أعلى المعايير الصحية من خلال الحفاظ على صحة وسلامة المرضى. وقد حصل مستشفى كلباء على الاعتماد الصحي الدولي الرابع للمرة الرابعة، وللحديث عن هذا الموضوع بصورة أوسع يسعدنا اليوم نرحب معكم بضيفتنا عبر الاتصال الهاتفي الأستاذة وفاء محمد عبد الله البلوشي رئيس قسم الجودة والتميز المؤسسي. حياك الله أستاذة وفاء ومساك الله بالخير ونبارك لكم هذا الاعتماد. مساء النور، وصراحة أشكر قناة الشرقية على هذه الاستضافة، وهذا يبين لي حرص القناة على إبراز أهم الإنجازات الخاصة بالمؤسسات الحكومية بالمنطقة من ضمنها مستشفى كلباء واللي يخدم مدينة كلباء وسكانها والمناطق المحيطة فيها. هذا واجب، وأمانة يعني جهودكم واضحة وجبارة في خدمة المنطقة والمدينة. في البداية يعني ماذا يمثل هذا الاعتماد لمستشفى مدينة كلباء؟ قبل كل شيء حبيت أقول أن دولة الإمارات تعتبر الأولى عالميا في عدد المنشآت المعتمدة من اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المنشآت الصحية، وتعتبر هذه اللجنة من أهم وأشهر اللجان العالمية اللي تقيم جودة الرعاية الصحية في المنشآت الصحية. وتقوم هذه اللجنة بمراجعة عمليات ومرافق المنشآت للتأكد أن هذه المنشآت تنفذ وظائفها بما يتوافق مع المعايير العالمية. والهدف الرئيسي من هذا الاعتماد في المقام الأول هو أمن وسلامة المرضى. جميل. ويعتبر مستشفى كلباء من أوائل المستشفيات الحاصلة على هذا الاعتماد على مستوى وزارة الصحة سابقاً. اعتمدنا أول مرة في عام 2013، ويتم إعادة تقييمنا كمستشفى كل 3 سنوات للتأكد أن استمرارية الممارسات الطبية بطريقة آمنة. ويعتبر هذا التقييم في عام 2023 هو التقييم الرابع للمستشفى. ما شاء الله. طيب يعني أستاذ وفاء ذكرت أن هناك معايير تم على أساسها حصول مستشفى كلباء على هذا الاعتماد الصحي والدولي، فما إذا تحدثنا عن هذه المعايير أو بعض هذه المعايير؟ تعتبر المنظمة هذه JCI هي هيئة خاصة مشهورة عالميا غير ربحية ومستقلة تابعة لشركة موارد اللجنة المشتركة، وهي منظمة مقرها في الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بمنح الاعتمادات في العديد من الجوانب المتعلقة بمجال الرعاية الصحية. تقوم اللجنة هذه الدولية المشتركة بالتحديد وتقييم ونشر أفضل الممارسات المتعلقة بالجودة وسلامة المرضى في العالم. نعم. عندها 13 معيار رئيسي وتقريبا 1060 عنصر قابل للقياس، ونحن كمستشفيات يقيمون على هذه العناصر. المعايير الرئيسية اللي تركز عليها هذه المنظمة اللي هي أهداف سلامة المرضى الدولية، الحصول على الرعاية واستمرارية الرعاية، رعاية تتمحور حول المريض، تقييم المرضى، التخدير والعناية الجراحية، إدارة الدواء واستخدامه، تحسين الجودة وسلامة المرضى، الوقاية من العدوى ومكافحتها، الحوكمة والقيادة، إدارة وسلامة المنشآت، تأهيل الموظفين والتعليم المستمر، وإدارة المعلومات. تركيزها بالمعايير تكون على هذه المحاور الأساسية.
نعم. طيب كيف يتم الاستعداد لمثل هذه الاعتمادات أستاذ وفاء؟ يعني كيف كان استعداد مستشفى كلباء للحصول على هذا الاعتماد؟ ما هي الإجراءات التي تم اتخاذها في هذه الفترة؟ بخصوص استعداداتنا لهذه الاعتمادات، مثل ما قلت قبل أن نحن أول مستشفى على مستوى وزارة الصحة يكون حاصل على هذا الاعتماد خلال عام 2013، وهذه كانت توجهات القيادة الرشيدة أن جميع المستشفيات والمراكز الصحية على مستوى الدولة تكون حاصلة على شهادات الجودة للاعتماد الدولي في عام خلال عام 2021، وهذا التوجه كان في عام 2011-2012. وكان هدف استراتيجي لوزارة الصحة في ذيك الفترة أن اعتماد جميع المؤسسات التابعة لها، واللي هي حاليا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية. وتحرص مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية على استمرارية الأداء في المنشآت الصحية على حسب أفضل الممارسات والمعايير العالمية، ويتم مراقبة المنشآت بدورية منتظمة عن طريق مؤشرات أداء وتقارير دورية نحن نرسلها للمؤسسة، ويتم الاتفاق أصلا مع إدارة الجودة في المؤسسة لعمليات التقييم، يحددون الفترة اللي مفروض نتقيم فيها، ونقدم طلب للمنظمة قبلها بست شهور تقريبا للتقييم. وتم توفير نسخة من المعايير على حسب الإصدار الأخير، من 2023 نحن تقيمنا على الإصدار السابع، فنحن شو نسوي؟ نعدل سياساتنا ونحدثها على هالإصدار ونتابع تطبيقها في المستشفى بناء على هذا الإصدار. يكون هناك تدقيق داخلي للأقسام، سواء كان من قسم الجودة المركزية أو من قسم الجودة اللي تابعة للمستشفى. يكون في متابعة دورية والتجهيز كامل جميع النواحي المرتبطة بالمعايير، وحتى بالمعايير وبالعناصر اللي مفروض يقيسوها اللجنة هذه. نعم. طيب كيف لهذا الإنجاز أستاذ وفاء أن يعزز من مكتسبات القطاع الصحي بالثقة العالمية بالخدمات الصحية المقدمة؟ أن الاعتماد الصحي الدولي تكمن أهميته في المنشآت الصحية اللي تقدم خدمات صحية، وتعتبر الجهات هذه المقيمة جهات رسمية عالمية محايدة. نطلب منها أن أتي إلى المنشأة الصحية وتقيم منظومتنا، منظومة تقديم الخدمات من منظور جودة وسلامة المرضى. وتعتمد هذه المنظمة العالمية وهذا النوع من التقييم على أسس ومبادئ موضوعة مسبقا، ومن المفترض أن جميع المنشآت تلبي جميع المعايير الخاصة بمنظومة الاعتماد. نحن اليوم نقيم فيها على أساس سياسات ونظم خاصة موضوعة بحيادية من خلال هذه المنظمات الدولية. راح أعطيكم مثال أبسط لكم الموضوع بطريقة ثانية. مثال على ذلك، رحلة المريض بقسم الطوارئ، المقيم روح يومي يشيك أو يراجع المعايير معانا، ما يشيك الدوكيومنت أو شو نحن نعطي له، ويسير الطوارئ يشيك هل المؤشرات الخاصة بالمريض اللي جاب طوارئ قيمت بطريقة عملت بطريقة صحيحة أو لا، يشوفون إذا نحن عرفنا المريض بطريقة صحيحة، المدة اللي قعد فيها المريض في الطوارئ كانت صحيحة ولا لا، هل طريقة فرز الحالات في الطوارئ كانت بطريقة صحيحة أو لا، هل تم تدوين العلامات الحيوية بطريقة صحيحة، هل تم أخذ التاريخ الطبي والحالة المرضية للمريض بطريقة صحيحة، هل تم إعطاء العلاج المناسب ما يتناسب مع الحالة المرضية، وهل تم وضعه في القسم الصحيح. يعني هم يدققون بهذا التفصيل، يعيشون رحلة المريض، يجون الطوارئ يمشون مع المريض لين ما يوصل القسم، كيف كان البروسيس، يدققون متابعة دقيقة تكون معهم، متابعة دقيقة. بهذه الدقة يبين حق المقيم فعلا نحن قاعدين نمارس هذه المعايير العالمية ولا لا. واليوم أنا كمؤسسة تكون معتمدة من منظمة عالمية معروفة على هذا المستوى العالمي، هذا راح يبعث الثقة للمؤسسة أن هذه طبعاً المؤسسة تتبع معايير عالمية وعندها أفضل الممارسات، وراح يكون الإقبال على هذه المؤسسات زيادة، سواء كانت من المرضى، أن نوع من الثقة أن أنا راح أتعالج في مؤسسة معتمدة عالميا وفيها ممارسات طبية عالمية. وما بس كذا، حتى الكوادر أنا يوم بوظف ناس راح تجيني سيفيات من ناس كفاءتها عالية، عندها خبرات، راح تشوف أن هذه المؤسسة معتمدة عالميا، أنا بصير لها المستشفى أن أنا أشتغل فيه.
فهذا يبعث نوع من الثقة لأن أكون معتمدة عالميا. صحيح. نعم. طيب ما هو الهدف أستاذ وفاء الذي تتطلعون له في مستشفى مدينة كلباب في القادم إن شاء الله؟ قبل كل شيء الاستمرار في تقديم خدمات ذات جودة عالية مطابقة لأفضل الممارسات العالمية للمجتمع في منطقة كلبة. وعلما أن مستشفى كلبة حاصل على تقييمات من منظمات عالمية أخرى. يعني عندنا معتمدين نحن من اليونيسف للاعتماد كمستشفى صديق للأم والطفل. وعندنا إن شاء الله تقييم بشهر يونيو لإعادة التقييم للمرة الثالثة أن نكون مستشفى صديق للأم والطفل. بالإضافة لذلك عندنا اعتمادات مختلفة للأقسام الطبية المساندة مثل التغذية، عندهم شهادة الهتب، عندنا الآيزو للمختبر وغسيل الكلى. وأصلا اعتمدنا في نهاية 2022 أن نكون مستشفى تعليمي يستقطب الطلبة الجامعات أن يكون يتدربون عندنا في المستشفى. وهذا يبين حرصنا نحن كمستشفى أن نسعى للحصول على الاعتمادات الدولية بهدف أن نحسن تجربة المريض في المنشآت الصحية ونحسن جودة الحياة في منطقة كلبة. نعم. وهذا بعد هدف المؤسسة، مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية. نعم. شكرا أستاذ وفاء على هذه المداخلة، ونبارك لكم مرة أخرى الحصول على هذا الاعتماد وليس بالغريب على مستشفى كلباء، فبالتأكيد هناك جهود تبذل في خدمة المدينة وأيضا هذه الجهود ملموسة. يعطيكم العافية ومشكورين. الله يعافيك وشكرا. يعطيكم العافية. شكرا لك. شكرا. إذن مشاهدينا الكرام مستمرين معكم في برنامج حديث المساء، وننتقل معكم الآن إلى موضوعنا التالي. يعد مركز كلباء للطيور الجارحة إحدى الوجهات السياحية التي تستقطب الجمهور من مختلف الأعمار. سنتعرف إلى هذا المركز أكثر في التقرير التالي. افتتح صاحب سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة مركز كلباء للطيور الجارحة في يناير عام 2014، والذي يعتبر الأول من نوعه في دولة الإمارات والشرق الأوسط عموما، والذي بدوره يحيي التراث والعادات الأصيلة للمنطقة ويتيح الفرصة لزواره للتعرف على هذه الطيور المهيبة. ويضم المركز حوالي 46 نوعا من الطيور الجارحة، منها المقيمة بشكل مستمر في المنطقة ومنها المهاجرة التي تنتقل بين مناطق مختلفة. ويوفر المركز لمرتاديه تجربة فريدة من نوعها، حيث تمكنهم من مشاهدة عرض حي لمجموعة من الطيور الجارحة. كما يحظى زوار المركز برحلة يستكشفون فيها مع مرشدي المركز عالم الطيور الجارحة ويتعرفون عليها عن قرب بأنواعها وفصائلها وما يميز كل طائر عن الآخر كأساليب معيشته وطرق تكاثره والمهدد منه بالانقراض. ويهدف المركز أيضا لتثقيف المجتمع وتوعيته بأهمية هذه الطيور من الناحية البيئية والثقافية، وبالتالي يسعى المركز لتوفير بيئة مناسبة لحياة وصون الحياة الفطرية للطيور الجارحة في المنطقة.